السلام عليكم عقب العافيه. دي بقى بتحمل، شوف بتلف ايه، بتسحب الجليد بتسفوته وتحطه في العربيه اللي هي ايه، العربيه اللي هي اللوري اللي جنبيها دي. ايوه فكده ايه، بص هتشوف دلوقتي اهي البتاع فوق اهي باينه هنا من ورا عشان هو احسن. ايوه شوفها لكم كده من هنا واضح اهي، شايف بتعبي فيها الجليد اهو، شايف الجليد عمال يتدفق، مش عارف مش لاقي حته اقف فيها، الارض النيلة تقيلة ادي ايه. وفي ورا مني بقى ايه البتاعة اهيت، في ناس بتشيل بالكواريك هناك، في واحدة واقفة هناك اهيت، وده بيرجع اهو بص عشان يشفط تاني. في بقى ايه، بص ده ورا اهو بيظبط الرصيف، ده عشان يظبط الرصيف بس. ايوه ده جاي عندي يخرب بيت، ده هيخبطنا بقى. طيب دي العربيه قدام لما يملاها ده هيسحب تاني اهو، بص بيسحب، بص بيرمي فين، بيرشه في الحته اللي على الجنب، العربيه بترجع له لورا ايه عشان يعبيها. وده هنا بيظبط المكان اللي احنا راكنين فيه، اللي احنا بنركن فيه. الجرافات دي بقى هتلاقيها الوفات مؤلفه، ما كانتش يا اكيد الاف جرافات من، وده بقى اللي بيعبي في العربيه. بص العمال اهم، بص ده بيعبي فين، بيعبي في العربيه اهو. العجل متجنزر عشان ايه، انا قربت منه مش بقرب الزوم عشان تبقى ايه كواليتي زي محطه اتوبيس اهيت كده. احنا ايه اهوت واضح ان هو ايه ابعد شويه اهو، مجنزر وبيعبي. دي بقى ايه الدول المحترمه اللي هي بتاخد الضرايب تنفقها على ايه، على البنيه التحتيه وعلى الحاجات اللي زي كده. ادي تخش ضمن البنيه التحتيه خدمات، الناس عارفه الضرايب بتاعتها بتروح فين. المهم اهو بص ده واقف اهو مستني الطريق هناك، ده بيطلع الطريق السريع اليافطه الخضراء. ودي هنا ايه، ده المنطقه دي قريبه من البيت من عندي جدا، يعني اهو وضع عند الونش اللي هناك دوت، في ونش اصفر قربه بعديه بشويه البيت، الطريق اللي هو دوت، الطريق اللي نازل دوت اللي نازله فيه العربيه دي. ايوه بيخش انا يمين، اللي دخلت دي يمين. ايوه المهم ايه اهو زي ما انتم شايفين شغل 24 ساعه لغايه لما يظبطوا الطرق بحيث ان العربيات ما تتزحلقش وما يحصلش ايه حوادث يجعلوا عامر. السلام عليكم. انا طالع من البارك، في عربيه بتركن جنب ايه، بص التلج على الجناب واخر، انا ماسك بايد على فكره، دي مشكلة لازم ادي غيار. ماشي وادي ايه العربيات الاوتوماتيك احسن في الحاجات دي، لغاية لما اجيب حاجة امسك بيها التليفون. هم كده لازم امسكه باليمين. ايوة وادي ايه الاوتوبيس، وادي مش عارف مين. شوف التلج بقى ايه، بص متكون بشكل غريب جدا كده. انا ممكن اخش، ربنا يستر، لو ده كبس هيتزحلق ورايا. بص نيجي بقى ايه، نرجع الشارع تاني من قبل غيار ازاي بالشمال يا جدعان، وامسك التليفون. طبعا المنظر اهوت على الجناب، التلج حتى عندي في العربيه. نطلع على الاولاني مش مشكله، وادينا ايه بحاول، انا ماسك بايد مش عارف ادي غيارات ازاي، ولا ايدي على التليفون. واضح اهو بص الشغل كتير، شايف بص ده بقى اللي بيطحن التلج عشان التاني يعرف يعبيه مسيل كده شويه ويروح يرميه بقى ايه في الوادي. هي الجرافات كتير دي الاف، ما كانتش ملايين سويسرا. بص عامل السكينه جايبها على جنب عشان عريضه دلوقتي اهو، المكان اللي انا كنت فيه هناك الاول. ادي ايه العربيه بتركن له ايه ورا عشان يعبلها، عبيله واديله. انا اديت اشاره عشان اخش من هنا، طبعا ايه كده اهو بيعبيله ويديله اهو. وهنا الاتوبيس اهو هناك اهو، بص بعد ما عباله زي كده ايه، صب في المصلحه، بيصبله في المصلحه اهو، واخد اهو المصلحه وراح يوديها ايه، والحركه على الطريق. طبعا انا بايد واحده وغيارات ومش عارف ماشي. المهم ايه اهو زي ما انتم شايفين الشوارع دي مزحلقه دلوقتي، بس هم رشين ملح عشان هم خايفين، لان في اخبار ان جليد تاني هينزل عشان ما حدش يتزحلق. هو كده ماشي درجه الحراره ايه، ما
درجة البرودة مش جاية 2 درجة أو يعني يعتبر حر بالنسبة للتلج والكلام ده. طبعا أنا إيه بحاول بقدر الإمكان إن أنا ما أعملش ما أتزحلقش، أروح أقف ورا الأتوبيس شوية عشان إيه ده الأتوبيس لازم تلبس الكمامة، وهنا كله على الجناب كله تلج أهو. ده الأتوبيس ده بتاع البلد هنا، انا ما خدتش غير دقيقتين، ده المسافه قريبه جدا. دلوقتي التلج ده هم اللي جابوه على الجناب، كان هيبقى في الشارع طبعا. شوف الشارع نظيف ازاي، الشارع من غير مزحلق. التلج ده لو نزل في دوله من الدول اللي هي التعبانه كانت الناس كلها ماتت، وكانت غرقت البلد كلها انه بتحول لميه بعد كده. فشوف جايبينه على جنب كله، والشارع اهو زي ما كان واحسن كده. رايح في اتجاه الجنوب، طبعا درجة الحرارة مش مصدق انها 2 درجة مئوية، يعني مش عشان كده التلج داب. نزلت مطر شوية، نزل تلج خفيف عامل زي المطر كده، دوب بقى ايه دوب كل اللي فات. بس ده اللي على الجنب، هما جابوه على جنب، ده كان في الشارع. اللي على الجنب ده اللي على الجناب ده، ده كان في الشارع ده كله. طيب يبقى له عام. نعمل ايه؟ بص اهو بيجرف تاني اهو، ده بيجرف ويعبي على طول باين كده. اللي ورا دي بتنضف، دي بترش الملح. اللي ورا دي اللي بترش الملح بعد ما تكحت كده، هتلاقيها بعد ما يكحت بترش الملح. لما نشوف لو عرفنا نعمل معاه لقاء صحفي، بس ما اعتقدش هو ما عندوش وقت لانه لازم يخلص لو التلج في الاخر. لو فضل قاعد لو لقيته تاني هعمل معاه لقاء صحفي. ماشي ايه في انت مش سامع. طيب هنشوف ومشغول. البحيره متجمده ورا اهيت، واضح انها متجمده جامد. شايف البحيره متجمده ازاي؟ مزارع العنب اللي طالعه دي، المدرجات دي واللي ورا هناك دي مزارع العنب. دلوقتي ما بقت غصون بس بتاعت العنب، بس بتطلع تاني في الصيف بتنمو تاني اهو. كله ايه في السليم وكله في الحمدلايز. ده ماشي. كنا عايزين نعمل معاك لقاء صحفي يا قلب، شكله كده بان عليه مش سويسري ده. طيب سلام.